الاستحقاق ديال 8 سبتمبر 2021 هو استحقاق مختلف عن الاستحقاقات السابقة، لأنه يمر في يوم واحد يعني ثلاث استحقاقات: الجماعات الترابية والبرلمان. في الجماعات الترابية الجهة طبعا، هذا التحدي يمر كذلك في ظل كورونا، في ظل الأرقام التي تعلمون سواء من خلال الأعداد الإيجابية أو الأعداد ديال الموتى، يعني كان. لكن أمام هذه التحديات كلها حاول حزب العدالة والتنمية أن يلتزم بالقانون وأن يقوم بحملة نزيهة وشريفة ويعني ونظيفة ومسؤولة. حاول أن يتكلم عن الحصيلة دياله في البرلمان، في الحكومة، في الجماعة الترابية، أن يتكلم عن البرامج. لكن للأسف الشديد كان يواجهه، وهذا الشيء لاحظته، هناك بلاغات ديال خمسة أحزاب سياسية تشتكي الإنزال المكتف للمال. السؤال من أين جاء؟ ولكن الآثار ديالو هو اللي خطير جدا. بعدما تم وتكميم الأفواه ديال عدد من الصحف والمواقع والإعلام والصحفيين والفنانين وحتى جوجل وحتى يعني فيسبوك إلى غير ذلك، بعد تم شراء هذا الشيء لكي يقوم بالعمل الذي نقوم به. للأسف الشديد كنا في مواجهة المال الذي للأسف الشديد بعدما اشترى المرشحين واشترى الساحة واشترى إلى غير ذلك اشترى. اليوم للأسف الشديد كنا أمام تحدي ديال شراء الدمم وشراء الناخبين، وهذا الشيء يشهد به الجميع، وليس فقط في العالم القروي، حتى في العالم الحضاري. استغلال الوضعية الاجتماعية ديال الناس في ظل هذه الجائحة يعني أمر مؤسف أن يكون في هذه الاستحقاقات. أكثر من ذلك وأن نحن سجلنا خلال هذه الحملة عدة خروقات وعدة يعني اختلالات إلى غير ذلك، وصدرنا خمس بلاغات وبيان. آخر بيان صدرناه هو قبل قليل، يعني هذه قرابة ساعة صدرنا بيان حول تسلم المحاضر. أخطر ما يمس نزاهة انتخابات هو تسلم المحاضر. هناك عدد من رؤساء مكاتب تصويت في مختلف المدن، وبالأخص بني ملال وأزيلال ميدلت كلها تقريبا، بالإضافة إلى سيدي سليمان والقنيطرة، والآن تصلنا بأنهم لا يريدون تسليم المحاضر. هذا مس خطير بنزاهة انتخابات، ونحن راسلنا وزارة الداخلية، وكان اتصال الأخ الأمين العام وزير الداخلية، وأصدرنا البلاغ والبيان، ونتمنى أن يتم التدخل لكي يتدارك هذا الأمر، لأنه عدم تسليم المحاضر هو مدخل لإفساد العملية ولتزويرها للأسف الشديد. لذلك نقول بأنه يجب أن نتسلم المحاضر في ما عندنا المراقبين ديالنا، خصنا نسلموا المحاضر، لان هي العنوان ديال الربح ديالنا والخساره. حنا متاكدين امام التجاوب الكبير ديال المواطنين مع الحمله الانتخابيه النزيهه والنظيفه للعداله، نحن متاكدون من النتائج ستكون ايجابيه، ولكن نخشى امام هذا المال وعدم تسليم المحاضر، نخشى ان تقع بينهما ما لا يحمد عقباه.